دلوقتي هنروح للعالمين الجديدة بقى، ومعانا فاطمة خليل هتكلمنا عن كواليس وفعاليات اليوم هناك عامل ازاي واخر الاخبار. مساء الفل عليك يا فاطمة، احكي لنا كده ايه اللي عندك، وخليني اقولك عاجبني اللوك بتاعك النهاردة. ميرسي يا بسنت، وانت اللي دايما قمر ومنوره، وانا دلوقتي في عند مسرح اليو ارينا علشان حفله كايروكي وتوليت، وعايزه اقول لك الاجواء هنا حلوه قوي والاقبال الجماهيري كبير جدا. وزي ما كلنا عارفين ان كايروكي ليها تاريخ طويل جدا مع جمهورها اكتر من 20 سنه، فعلشان كده هتلاقي جماهير كتيره جدا من اعمار مختلفه. وزي ما انتم شايفين الصوره ورايا، جماهير لسه مقبله على الدخول على حفله كايروكي وتوليت علشان يحضروا ويستمتعوا بكل الاغاني الجميله اللي هم هيغنوها النهارده على مسرح اليو ارينا، ومستنيين منهم المفاجات، مستنيين من توليت المفاجاه اللي هو محضرها لجمهوره، اذا كان هيكشف عن هويته النهارده او لا. ده اللي احنا هنشوفه في خلال احداث الحفله النهارده في كايروكي. النهارده كان في فعاليات رياضيه كتيره جدا بدءا من الساعه 2 في المنطقه الشاطئيه والترفيهيه، بدات بسباق السيارات وكمان سباق درجات الناريه وبطوله كره الباسكت بول في المنطقة الشاطئية، مع النهاردة كمان بداية بطولة الـ MMA قضية MMA، وهي مجموعة من الألعاب القتالية اللي بتهم كل عشاق البوكسينج والكيك بوكسينج والمواي تاي والجيجيتسو وغيرهم من الألعاب القتالية اللي كل الشباب دلوقتي بقوا مهتمين بيها، وهي موجودة في نورث سكوير مول على الشاطئ في كيج كبير كده قفص على البحر. فكل البطولة النهاردة هتتلعب، والنهاردة فعاليات البطولة من 8 مساء لحد الساعة 3 صباحا، وهتكون بطولة حماسية وفيها بقى فايز كتير جدا لكل الشباب اللي بيحبوا الام ام اي. فالنهارده فعاليات الام ام اي، والنهارده كمان تاني عروض مسرحيه البنك سرقوه في مسرح الخيمه بالمنطقه الشاطئيه. مسرحيه البنك سرقوه من النهارده تاني عرض، وبكره تالت عرض ليهم والاخير في مسرح الخيمه في المنطقه الشاطئيه. اما في مسرحيه او في مسرح الروماني هيكون دكان احلام، مسرحيه دكان الاحلام كمان هتكون على مسرح الروماني. وفي فعاليات كتير قوي يا بسنت، والنهارده في حفلات وفي اجواء، لسه مهرجان العالمين في نسخته الثانيه مليء بالمفاجات ومليء بالفعاليات. فكل يوم هنلاقي كده مسابقه وفي فعاليه رياضيه على مدار اليوم. لو رحنا دلوقتي المنطقه الشاطئيه هنلاقي عروض السيرك القومي المختلفه والمتميزه، هنلاقي كمان بعد عروض السيرك القومي بيبقى فيه عروض قصور الثقافه المتنوعه وفنون الشعب المتنوعة وفرق الفنون الشعبية المتنوعة. فكل يوم كده أحداث، وفي كمان الدرجات كمان هناك موجودة أو العجل موجود في المنطقة الشاطئية. وأنا استغلت فرصة يا بسنت إن معايا معز ابني، وركبنا عجل أول امبارح في المهرجان، وكان بجد يعني عارفة أجواء حلوة جدا، وهو شجعني جدا على وجوده معايا وركبنا عجل. يعني أنا واحدة منهم ومواطنة زيهم، فلازم أستمتع بالأجواء الحلوة، مش بس شغل بس، كمان كده حبيت إن أنا أكون معاهم واستمتع معاهم بركوب العجل، وإن أنا استمتع بالأجواء اللي ممكن تكون موجودة طول الوقت. فيعني أجواء حلوة وحماسية، ولحد آخر يوم من أيام مهرجان العالمين صدقيني كل الناس بتتبسط. صوتك كنت في نورث سكوير مول، وكان في سيده كده جميله جت وقفتني وقالت لي هو فين مهرجان العالمين، انا عايزه اعرف فينه، هو فين المنطقه الشاطئيه. هي وقفت الشخص المناسب يعني، فشرحت لها قالت لي هو ايه اللي بيبقى موجود فيه. الناس فعلا جايه بتسال فين فعاليات مهرجان العالمين، فين المنطقه الشاطئيه، بقوا عارفين ان في منطقه شاطئيه فيها كل الفعاليات اللي بتكون فيها كل الاحداث والفعاليات المهمه والممتعه داخل مهرجان العالمين في نسخته الثانيه. فانا قعدت اشرح لها بقى هو هيكون في ايه، من الساعه كام، من 9:30 هتكون في فعاليات السيرك القومي، من بعد السيرك القومي في فعاليات اخرى لقصور الثقافه، وفي مسرح هناك مسرح الخيمه بيضم العديد من المسرحيات، وفي يعني عدد كبير جدا من الالعاب الرياضيه اللي بتكون على مدار اليوم من الصبح لحد بالليل. هتلاقي لو انت رحت الصبح او رحتي بالليل هتلاقي البادل وعشاق البادل بيلعبوا هناك، هتلاقي المنطقه الخاصه بالاطفال والكيدز اريا مليانه كل يوم، مليانه بجد بالاطفال والاسر والكبار والصغيرين، كلهم بيستمتعوا بالاجواء اللي موجوده. هنسمع اغاني حلوه كتير، بس اكيد هيبقى بعد شويه لان هم لسه لحد دلوقتي ما بداوش الحفله بتاعتهم، فاكيد يعني انا مستنياهم زي اي حد من الجمهور علشان استمتع بكل اغانيهم. في فعاليات كتير وفي ميه وفي شواطئ مجانيه وفي رحلات اليوم الواحد، كل ده مستمر لحد اخر يوم من ايام مهرجان العالمين. بصراحه فعلا يا بسنت مهرجان العالمين في نسخته الثانيه
مليان مليان بالأحداث، سواء ثقافية، رياضية، ترفيهية، مسرح، فن، غناء، حفلات، في تنوع كبير جدا من الأنشطة السنة دي. وفعلا احنا الحمد لله ان احنا أدينا واجبنا على أكمل وجه، وان احنا كنا متواجدين في كل الفعاليات. لسه من يومين كنت برضو في معرض تنمية الأسرة المصرية، وقابلت وزير الثقافة هناك، وكانت فعالية مهمة جدا، لأن فعلا اهتمام المعرض بالأسر المصرية واهتمامهم بالحرف اليدوية، اهتمامهم أن يكون فيها مبادرات كتير جدا زي مبادرة يعني الاهتمام بالمرأة، ومبادرة نورة للاهتمام بالفتيات وتمكين الفتيات الصغيرين من سن 14 ل 18 سنة. فدي كانت مبادرة مهمة جدا بجد. أنا استمتعت جدا بوجودي كمان في المعرض يا بسنت، لأن فعلا سمعت قصص كتير جدا، سمعت يعني وشفت فعلا الورش اليدويه اللي هم بيعملوها للزوار، شفت قد ايه هم بيتعبوا، قد ايه هم بيشتغلوا بايديهم، قد ايه عايزين يوصلوا فكره. في عندهم كمان مبادره تحويشه داخل المعرض، وهم خلاص اخر يوم ليهم في المعرض بكره ان شاء الله، ده الجهه المقابله للمنطقه الشاطئيه، المعرض موجود هناك. ففعلا ومبادره التحويشه دي بتهتم بكل المراه المصريه البسيطه، انها بتحوش ازاي وتوجهها للرقم، يعني اي فلوس هي تحوشها هتكون من خلال ميزه او كارت ميزه، وهتتعامل بيه في كل مكان، وبيعلموها ازاي تحوش، ازاي تستخدم فلوسها في المكان الصح وفي الوجه الاصح يعني، وحاجات كتير جدا ومبادرات كتير جدا موجوده في المعرض. فقد ايه احنا كنا متواجدين في كل الفعاليات، سواء رياضيه ولا معارض ولا مهرجانات. فالقناه الاولى بصراحه عملت وجبه دسمه لكل المشاهدين انهم هم نقلتهم. حقيقي يا فاطمه يعني ده دورنا في الحقيقه، ان احنا مهرجان القاهره نوجه العالمين في الخطوه الثانيه، يعني ده دورنا في الحقيقه ان احنا ننقل الاحداث اللي بتحصل بالتفصيل. أكيد. وانا مبسوطه قوي انه الناس بتسال كرو القناه الاولى دايما على تفاصيل اللي بتحصل في مهرجان العالمين، فمبسوطه ان هم بيتفرجوا علينا وياخدوا منا كده التفاصيل، سواء من الشاشه او حتى بتواجدهم، من خلال تواجدهم بالفعل على ارض مهرجان العالمين الجديده. وعايزه اقول انه خلاص الوقت ازف، وفاضل ايام معدوده ويخلص المهرجان، فاللي لسه بيفكر يلا روحوا اتشجعوا، لسه في فعاليات كتير، لسه اخر يوم الفنان ويجز هيختم المهرجان، في لسه حفلات كتيره في الفتره الجايه، فتشجعوا وخدوا العيله وروحوا قضوا وقت جميل قوي. وكنت بتكلمي عن الحفله النهارده، احنا مستمتعين، يعني احنا كمان مستمتعين ان انتم مبسوطين، احنا هنا في الاستوديو مبسوطين ان انتم هناك مبسوطين، ونقلتوا لنا الاجواء ونقلتوا لنا الروح هناك عامله ازاي بالفعل. وكمان اكيد هنتفرج على الحفله لكايروكي ان شاء الله لما يتم عرضها من خلال طبعا قنوات الشركة المتحدة. يمكن من شوية كانت حفلة طبعا النجم رامي جمال كانت بتتعرض هنا على القناة الأولى، الحفلات لسه هتكمل عرضها على قنوات المتحدة بشكل عام، فتابعونا مشاهدينا، احنا هنكمل كلامنا وإيه اللي بيحصل في المهرجان هناك، وكل التفاصيل هننقلها لكم لحظة بلحظة.